هسه لحظة، إذا واحد يسمع الصوت يقول لي، لأنه قبل لا أنتقل للصفحة. هلا الصوت واضح ممتاز. سنبدأ مباشرة ولو شوي، نعطي كم دقيقة يعني هيجي هادئة قبل أن ندخل بالحديث إلى أن يتم حضور الآخرين. الحديث أولا تحياتي ومساء الخير والعافية إلى أصحاب العقول الجميلة، إلى الثوار، إلى ثوار تشرين وليس متظاهري تشرين، وليس متظاهرو تشرين، دول اللزقة اللي انذبوا على الثورة. هذا التأسيس الذي أسس له المرجع وأسس له مقتدى وأسس له الآن مجموعة من الخائبين. إنها ثورة، زمن التظاهرات انتهى، بعد ما ينفع ولا يغير ولا يسوي أي شيء، خاصة مثل بلدنا شماله، يعني كله سلاح وكله حشد شعبي وسرسرية وميليشيات وولائيين وإيران وسليماني وطرقعاني ومدري منه وما منه. وأتحدث عن هذا الصبي ذرغان. طبعا كثيرين كثيرين، أنا توقعتها تطلع من المنتظر الزيدي، تطلع من غيره، تطلع من غيره. أنا شوي أتحدث معاكم، اسمحوا لي شوي، سوري عن هاي الطريقة العراقية بالتنظيف، شو تسوي هاي من زمن أبوي ولليوم. أكو شغلة جدا مهمة لكي تفهم ما تقرأ وتفهم ما تسمع. أنا لا أحب الحديث عن نفسي، الطلاب الذين معي في الدورة والطلاب الذين درستهم يعرفون شنو موقعي أنا من منهج البحث العلمي، يعرفون. أهم شيء أن أنت تفهم تحديد المصطلحات بأي كتاب، خب بالبحث ضروري بأي حالة. يعني أنت لازم تفهم هذا ماذا يعني عندما يقول السلام عليكم، يعني بالضبط أضرب لك مثال آخر، الضحكة نبات تكون استهزاء، نبات تكون إعجاب، تصغير الأسماء نبات يكون إعجاب، فأنت لازم تعرف هذا من يصغر قصده يحتقر أم يمدح. عبد الكريم قاسم كان العراقيين يسمونه كريم، عين كريم للأمام ديمقراطية وسلام، هو يفرح ويشيل إيده، لكن تجي موقع آخر تقول كريم يعني تهينة. فأنت يجب أن تفهم من يتحدث. أنا فهمي لتشرين ثورة، أنا ما علي فهم الآخرين. أنا فهمت تشرين من الشباب اللي خرجوا يوم واحد تشرين، أهلا بالخمسة وعشرين كانوا عظمة، لكن 25 صار بيها شوية دخولات. يوم واحد ما كان لا علاء الركابي ولا مرجعية ولا مقتدى الصدر ولا 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 أبدا. فوجع الكون، وفي نقاش حاد لي مع مجموعة مما نسميهم مثقفين بالخطأ الشائع اضطرارا، وفي بيت كان منتدى ملتقى، دخلت البعض هناني عليهم من اليوم الأول، قالوا طلعت بعضهم قالوا هاي راح تموت، تروا هذه اللي انتمت هاي ثورة، وضحكوا. ليش ثورة؟ هل سبق أكو تظاهرة بالكون طلعت تقول نريد وطن؟ عندكم التاريخ، لا تصيروا اللي مثل ربع المرجعية. ربع المرجعية طلعوا نص ما جاوبك عليه، ما جاوبك إلا نص، هذا هيك قايل ما جاوبك، ما يقدر يعرف أنت قلت الحقيقة، فصير مثل شغلتك شغلة الحسين، فغدوا حيارى لا يرون لنصحه غير الأسنة والرماح جوابا، صاروا زمايل شعروا أمامك ما تقدر يسبونك، شاكل لك هذا زمال ما يقدر وعنطيهم الحق يسبوني. في بعض جماعتنا هالشكل، أنت أعطيني أعطيني بالتاريخ مظاهرات قالت نريد وطن، ماكو.
في أقل التقديرات في المنطقة. شعار. شيء ثاني، إنها ثورة وليست تظاهرات، لأنها أول شباب من مذهب وبمناطق تابعة المذهب ومسيطر عليها المرجعية ومسيطر على المذهب ثارت ضد ابن مذهبها الحاكم، ولا صايرة بالمنطقة ولا بالدول العربية ولا بالدول الإسلامية. لو نحكي عن ثورة، أنا حاجة على ضرغام، وناقشت لي صديقا عزيزا علي جدا ومنهم الأجمل اللي أقرأ لهم، ساني قايل له ما أقول اسمك أخاف عليك، من أجمل اللي يكتبون، واليوم أنا توقعت ألقى كاتب واعتمد عليه الحقيقة، أقرأ له شو يكتبه بيحكي بالتليفون والماسنجر. عاتبته قلت له أنت، لأنه قايل ذولا مصلحة واخذوا مناصب، بوي الثورة لبة، ثورة تشرين اللبة، هذا القشر لحق بيها بعدين. الثوار خرجوا يوم 11 قالوا نريد وطن، على الركابي بأمر المرجعية طلع قال نريد انتخابات، سوها تظاهرات نريد انتخابات. اكو دنيا في انتخابات تطيع ألف شهيد؟ شوف الحقارة وين توصل والنذالات. انتخابات ناس الانتخابات، وهي موجودة الانتخابات اوريدي، قانونها موجود وقبلها سابقة ثلاث انتخابات، هي موجودة. نطلع ألف شهيد حتى نسوي الموجود، وكل الحصانات قدمت ست شهور. طب هذه العاشر إذا ما تأجلت شو شين ظل هذي على السنة الجاية، هي الانتخابات 22 هي حق يسوونها من الرابع للسابع، هاي ظل ست شهور أقل، ست شهور. إذن هنالك مشكلة كبيرة عندنا، وين بتحديد المصطلحات؟ من يؤمن ان تشرين مظاهرات هذا لا يعرفني ولا اعرفه، هذا هو المجرم الحقيقي. شوف شلون قال اريد وطن، لذلك هم لا استشاروا دين ولا استشاروا حزبي ولا استشاروا اي احد ولا ابن طلع اريد وطن. كلمة تعادل كل ما كتب بالأدب الحر. لك ما افتهمتوها، أنا بلا وطن، أم شهيد طلعت قالت وش راد ابني راد وطن ابطو وطن، ايش سوى كفا راد وطن وكش ما سوى كش ما راد. فكل من يحول ثورة تشرين إلى مطالب عيل لهذا اتبع لراتب هذا ودي لهذا سيه انتخابات خائن، وبعرف الثوار نل، مو بس بعرف يعني. اجى شهر العاشر 25 طبت المرجعية قالت الريد رئيس وزراء غير جدلي، شو له علاقة بالوطن يعني، كاظم ايش جاب لي نعل، نريد انتخابات مبكرة. خرط شنو يعني مبكرة؟ نريد قانون انتخابات جديد، مفوضية جديدة، المفوضية منو يتقدينها؟ فايق زيدان اللي يريد يجيب يسوي الفنانين، امنوا مخابرات يجسسون على العالم، هم ورقات الصحفيين. شغل بعدي اصلي رجال ابو فرقه ومجرم قاتل، قاتل بالكثير، وحيصر حالك حال يعني لمن تشتكي الشريفه اذا كان القاضي قحبه او اذا كان القواده، تعالون من نروح؟ حتجي مشيت شيخات خلت هاي الاهداف المرجعيه سوتها، راح الوطن، راح الهدف، ضاعت الارواح، ضاع الدم، هذا اللي ما راد له الالف يا ابو عمامه، الف شهيد. بس انتم عندكم عايش يا الف شهيد، شنو قيمتهم؟ ليش؟ لانهم يكرهون الثوره. طب الصدر اتهمهم لوطيه، واتهمهم كذا، واتهمهم ما اعرف ايش، واتهمهم هم بيريدوا يسويها مطالب وانتخابات، وسووا انتخابات المرجعيه جابتكم رئيس وزراء، انا جبت لكم قانون انتخابات قبل شيء، هم يريدون وطن، ما يريدون خلقتك ولا يريدون فضلك. ليش؟ هسا انا بعدني برجال الدين لان يكرهون الثوره. ترى كذب هذا الحكي على الحسين، كذب؟
تذكر مثال البارحة ايش طلعنا؟ خلينا ننتقل لموضوع آخر. ايش طلعنا؟ طلعنا واحد يمارس اللواط عند رأس الحسين. طلع اللواط مو اللي يفوت، هو كشف هيك شيء وقع. يم رأس الحسين. شوف وكلها تبكي على الحسين وتطلب على الحسين اليوم. لو تسأل أي نذل من هؤلاء الأنذال اللي كتبناها البارحة واللي ردوا ما عجبهم، لو أنت لاقي واحد كاشف طيز واحد ويمارس يم قبر أبوك. بس هذا الحسين ما تشتروه فلس، ما لكم علاقة به، خليه يروح بقبره، شيل ديسوس، لكن قبر أبوك لا. لذلك كل حكيكم كذب، كل ما تقولون عن الحسين كذب. ما هذا ليش بلو قبر أبوك ولو شيخ عشيرة ما اقتدى الصدر؟ لو هذا كاشف طيز هذا وبنزع الباسة بصح نبوه يم قبر أبوه، شو يسوي هو صدرين؟ لكن على الحسين ولا دار بال، يتهم ناس لا فيلم لا صورة، كذب باللواطة، واللواطة يم الحسين ما له علاقة. بس أنا اليوم أجيب القوات، القوات المسلحة، ولك هو مثل ذاك النزع الباسة لقى شايل المسدس، قال له شلك يا شنو شنو مسدس؟ قال له ضامة الوقت الحاجة، كانت الحسين يمارس اللواطة بصفه. بس تكذب لي سوي مسرحيات المطعم التركي ولا واحد حكى لا وشماله يطلع. هذا ابن المرجعية، هذا مكتب المرجعية اللي يمارس بين اللواطة بصف الحسين بيمشي بماكن حسين وسلوها الكربلة. يطلع الذي يصلي بكم يقود بيده ويمشي وتصلون وراه، الله يقبل صلاة واحد منكم؟ الحسين ما يبسط وجوهكم لأن هكذا صار قرب قبره ولا واحد مك حقه ولا واحد حجه. وارجع سموه طائفية لو كان هذا سنيا، لو كان من أي بلد آخر. تصير سكتون هيك لو كلكم تصير مصباح المتظاهرين سووا شالوا صور الشهداء قلتوا نعم شاتهم اللي جوه هذا ما يهم، هذا ما يهم، وتصلون وراه والمرجع ساكت انه على بطل انه باطل وانتم باطلون وصلاتكم باطله وانتم اعداء الحسين وكذابين والسنه اشرف منكم ما يسوونها بقبر الحسين لو تقلب الدنيا واليهود اشرف منكم ما يسوونها بقبر الحسين لك ما يسوونها ولا المسيحيين لك بالمتاحف ما يسوونها اكو واحد يسهب القبور عند الموتى وهذا الحسين انتم اعداء الثورة هيهات من الذلة كذابين انتم مال ذل انتم مال ذل ساكتين عدد ثوار عدد ثوار من الشيعة عدد ثوار كلكم ساكتين بارحة طلع الحديث المرجع يسرازك اللي يمارس الجنس يا بالحسين يمارس الواطخ لا حذائي شرفه ويشرف ابوه لان هذا الحسين مو مزايدة هذا له مقام ولكم عم انتم للكلية ما ندخن ما يصير تش تاخذ بيدك شرب كلية كلية شلون يعني احد مسويه بكنيسة تصير ليش ليش انتم كذابين بس هاي متاجرة وحتى تستحيفون بالمذاهب الأخرى حتى تلكونكم مبرر لقتل الناس لكن العمري إن هذا العموم من المرجعية لا لا أنا كان سويت لا أي واحد آخر زين وكرر هذا عمار حكيم لو يوم قبل راح أبوه لو يوم قبل كان سوى مو بس مقتدى لو ينبيت السستاني مسوي لها يمكن ابغوز لكن هذا الحسين شنو زين شنو زين وعلي شنو بالنسبه لكم كذب ترى سريه علي انا تبيعون انت وتتكلم تعلمونا بالمذهب انتم تعلمون الدين هذا تردون نحترمكم ما تطلع السستاني يتبرى منكم حتى ما يعرف معنى التبرئه لانكم بلا اخلاق همج بلا ضمير بلا شرف قلبكم ما يحترق على الحسين يحترق على وطن
عندكم لسان وتحجون؟ عندكم لسان وتحجون؟ انا عبالي بارحة تنشبون وتسكتون، فينكم تحجون؟ والله ما اشتري على الله فلس اذا اقبل صلاتكم، وانا متاكد انه ما يقبلها وحش غير يقبلها. وكلكم بجهنم وسترون نحن ندخل مع الحسين. لا ما يبغى علينا، ما يبغى عليكم. هاي يسويها ثائر بثوار تشرين؟ لا والله، لا والله، لو على قصر قبته ولطوا رقابهم. يا جبناء، يا امريكا سوت براسكم خير. كان الحذاء صدام على رقابكم من مراجعكم الاصغر لاكبر واحد بيكم. امريكا صوتكم او هادم. لكن اصبح تقتلون مهند، تقتلون عمر سعدون، تقتلون ايهاب الوزن، تقتلون ذول. وهاي شرعا عندكم لازم يقتل هذا نسيب المرجع. زين اذا هو اللي نام ميه انت لوطي، شلون تقبل صلاتكم مرة؟ وهو ما مثل المرجع ويصلي بيكم ويخطب بيكم يعلمكم الاخلاق. والله لو جبتوهم كلهم، والله دول المراجع، وناقشهم بدينهم، لا خلي ضرطة صغيرهم ما تعرف عن ضرطة كبيرهم منهم. مظاهرات هاي أبسط شيء، أبسط شيء هذا. يعني 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 المكان العام، المكان العام في الدول الكافرة تمنع به ممارسة الجنس، ويا ما وزراء ويا ما رؤساء دول سقطوهم لانه مارسوها بغرفه رسميه. قال له شلون تمارسها بغرفه رسميه؟ فشلون بغرفه الحسين؟ اتذكر الشيخ الكربلائي الله يرحمه جاسم تورجاوي كان يحاكي الناس يخليها تقمز، يقول لهم تدرون انا مشيت زينب؟ تدرون انا شان علي اكبر يمشي؟ هذا هذا يمارس اللواط هذا بالمكان شان تبي زينب يكشف طيازه ويكتب. كله كذب. إيش بنات الصاحن كله كذب، كله كذب، تبكي على حسين وين الملايين كذب. ثوار تشرين مو غلط، انتم الغلط، ما عندكم غيره، وكل هذا ما يفيد وياكم. شو تصيح باذنها قواد، شو اسوي للما يرضى يحس؟ الف مره تصيح باذنه يا قواد ويغلس. أنا هنا انتقلت للموضوع، لأنه الآن لاحظت قتلت الثورة الله يقتلكم يا سفلة، حولتوها لتظاهرات. زين نجي على ما دار اللي سوى ضرغام. ضرغام أحد أدوات الولائيين، اي من يسميها تظاهرات ويحاول لها مطالب مكتوبة على ورقة بوطن من ايران، اي كان تلقى لو جذر اسلامي، لو تابع المرجعية، لو تابع ايران، لو واحد من احزاب الصدر، لو غيره، لو المالك، لو غيره. لذلك اي واحد هنا يسميها تظاهرات هو وقولوا على هاي اللغة. زين اولا سمعنا، شوفوا هذا ضرغام، اكو روايه شباب هي اني شخصيا، طبعا النقاد يعتبرها اول روايه حديثه، انا يمكن اعتبرها اول روايه بالعالم، اسمها دون كيشوت، مشهوره، تربانتس كتبها الاسباني زمان القرن السابع عشر او يمكن على نهايه القرن السادس عشر. لازم تقرونها، مو بس تسمعون دون كيشوت ولا هذا. دون كيشوت خبير لا زال يحلم بانه الدنيا وشو يسوي، هذا حلم انه صلاح الدين الايوبي ضرغام وراح يحرر القدس، مو بيبغى يحرر القدس. صور فنريد وطن مثل حرر القدس صارت، راح هسه يفكر يوميا يودونه لعبه لعبه قبل كم يوم وافشلها العقل العراقي، وهي مساله الاعلام نزلها بالعامريه، ودوا كم واحد من جماعتهم هاي الميليشيات نزلوا اعلام وهذا وقالوا نزلوها السنه وراح خمدت، طلع برتاب اخرى وهذا عاشور تعرفون حشد الطائفي عالي حسين يا 24 ساعه الطائفيات يعني.
فخلنا نطلع شغله احنا نروح وين؟ نروح الرمادي ناخذ له طلبات. هاي الثوره شو لها علاقه بالرمادي؟ هاي تظاهرات شو لها علاقه بالرمادي؟ هاي ما تقارن باهل الانبار، انت رحت وياهم ما رحت وياهم، وقفت لهم ما قفت وياهم، انت ثرت ثرت. ثورتك وين؟ وهدفك وين؟ شو تريد؟ انت رايح للرمادي شو تريد؟ هناك الوطن موجود؟ هاي مؤسسات الدولة عندك اللي هي ماكو دولة. انت مكانك الصحيح مكان الشرف والحبوبي والتحرير، مكان الثورة، لا تضيعوا. جنطة هي تتنقلون بها هنا وهنا. هاي ثورة. تسوي لي طلبات عين ذولا ما ادري شنو قريت قبل شوية. ثم انه الحلبوشي قايل على هذا مخربين، هكذا قريت. المرجعية أول ما طلعت قالت وهناكم المدسين والمخربين وإحنا بس السلميين ولحقوهم وأفتت بقتلهم. طلعوا مخربين. الخزعلي سماها مولاد الرفيقات والسفارات مخربين. مقتدى خوف ذب عليهم كل ذب، يعني مقتدى ذب على بنت الله نغل قولت العبارة. هذا شغله. هم اتهامات وجوكرية وما أدري شنو. المالكي ما اتهمهم. العامري ما اتهمهم. اكو حزب جايف يحكم بالسلطه ما اتهمهم، اكو مسؤول ما اتهمهم. قال ليش بس الحلبوسي ثارت غيرتكم؟ ليش مرتوا الحنانه على مقتدى من طعنهم حتى بعرضهم؟ وما اكتفى بانهم سفارات وتطبيع واسرائيل وخيانات، ليش ما رحتوا على المرجع من اتهمهم وافتى بهم؟ ليش ما طبيتوا على الخضراء ورحتوا على بيت المالك؟ اصلا الحلبوسي بيته بالخضراء. هو هاي زوجته الجديده. والحلبوسي ولاي، الحلبوسي إيران تموت عليها تريده، رشح سليماني الحلبوسي، رشحوا الإيرانيين، ما تقبل غلط بينهم. فما أنا ما لها أخوة خميس الخنجر، ما عادت المسائل ترى مثل ما كانت. زين شوف اللعبة، يردون يستغلون هاي الثورة بعد أن حولوها لتظاهرات، والله لا يوافق على الركاب ورابعه، ومن لف لفه كثيرون، وهذا دا يستغلوه. هذا صراحة يكتب الحلبوس ويأخذ جن فلس، اقسم بالله العلي العظيم هذا اللعب. زين حزت الحلبوس يعرف شلون يشتريهم، يعني واشترى لما المل مثل ما اشترى الكاظم هم يشتري بيهم. هي الفكرة شنو؟ هذه كما نجحت مع العامري هسه راح تنجح. احنا نروح الناس يعرفونها كذب، احنا شو علينا؟ انت رايح للرمادي شو تريد تسوي؟ انت عندك تريد وطن. زين اوكي راحوا طبوا. زين هناك هسه ما اقول الولائيين والميليشيات والحشد الشعبي والقناصين داعش موجود مهلول، واحد يطقكم تظاهر طلقه او يطق ضرغام. هاي المطلوبة. شوفوا كتلب لنا اي واحد هناك الغربية. شوف يبدون يرجعوا للانتخابات حسب ما ارادت هالمرجعية باول يوم مال خمسة خمسة خمسة. نفس الشيء هناك الغربية يقول لك والله يا عمد ولا يبين، يبدون يهدون علينا باي وقت، خلينا نشلب بربعات ننتخبهم. ولا وعد انه الحلبوسي متفق معاهم ولا ويا العامري وصاحبه جدا. هاي ربحوا، ربعنا ذول الغشمه والزواج اللي قام حتى احساس ما عنده على قبر الحسين. قلت لكم تتكشف الاعضاء الجنسيه داخل الصحن وما يهمه، راح يقولون والله العظيم ذول يقتلون ولدنا، احنا نرجع ننتخب وترجع النتائج كما هي. كل شيء ما يصير، ترجع الطائفيه من جديد. هاي تو بعد شو حقون هالمارب والله. هاي اهم 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 النقاط. والاهم منها اكو صيحه قويه لحشد الشعب، شو نسوي؟ طلع علينا غضب مال الله. لا شلون ما نحتاج، شفتوهم ايش سووا؟ لازم يبقى الحشد الشعبي، ما ادري لازم يبقى مسلحين، شفتوا داعش، شفتوا ما ادري شو، زرع الكراهيه، خلق العدو، وفتنه طايحه. وهذا هذا دون كيشوت. دون كيشوت يهومش، تصور نفسه فارس عظيم. هذا تخوف، هذا تصور يحرر القدس بهذا الزمن. هذا ضرغام يروح يحرر القدس بدولة نووية.
اللي عجز الدول الإسلامية وعجزة الدنيا وعجزة رقعة الله السوداء واللي حد الآن ما حد راح القدس، وهذا حزب الله وطلاجعه هو يريد يروح يحرر القدس. هسه النوب راح يحرر الرمادي. تشرين تريد وطن. نريد وطن يعني الخلاص من الاحتلال الإيراني. لدينا محتل غاشم يمتلك آلاف ذيول، يمتلك آلاف الملايين ذيول والأنذال بمقدمته تقودها عمائم، عمائم لا خير فيها، لا علم ولا أخلاق ولا أبدا غير كثرة أتباعها. شبي سستاني غير كثرة أتباعها؟ عنده محتل غير كثرة أتباعها؟ شبي مراضناكم البارحة يجي واحد يقول لي لأمر يخصني يصير تشذب، يقول لي يصير زين. هسه هاي نفرها بمرة من الزوجة وراحت سوت علاقة لأمر يخصها، بس تقول زوجها تتطلق لو تنكتل، راحت تشذب عليها قلت شنت يمه مهم صاحبها، قلت يجوز يجوز. الآخر تروح له هذا تقعد بالتوالية تقول لا والله مو هنا تحلف له، هو يعلمه يعلمه، يقول شلون هذا من يقول لي على التليفون يعلمه، ما يقول له ما أدري فيهم علم، وهذا العلم تزامطون به بس كثرة أتباع وهمج وسلاح وفلوس والنفط ماله. كما كان صدام، والله عمي صدام أوعك، صدام أوعك، صدام ما يجرى هيك الواحد يقول لي يبا أبوك هم يستحي على روحه ويقول له كذب، لا أي واحد يستحي. هاي نتيجة التربيات الخاطئة، من هنا تأتيكم الطائفية. وأنا أتمنى من ثوارنا، أنا ليش حكيت ترى ما لتحكي ما ارتحت، ثوار يعرفوني وانا قلت لهم حكيت وياهم بالمسنجر قلت لهم راح اطلع على الهواء احكي راح تجبروني شلون تكتبون عتبنا على اهل الانبار يا اخي شان استقبلتوهم شبيكم شبيكم معقوله نسيتوا دم الشهداء ما تردون الوطن بعد عيب شنو عتب على الانبار شنو هذا؟ يضحك عليكم هذا الزعطوط هذا الخبل يجروا لي هذه لا لا بيكم شاعر جميل خلنا ما اريد اتقرب حتى في الاشياء كافي عليكم كافي عليكم انتم الان محرومين متأذين مطاردين الناصريه تذبح ناصريه الثوار ضاقت بيكم القاع الحبوبي اشرف واطهر قاع بكل العراق وكل العالم اروح له روح هناك بالحبوب قلت روح بالتحليل قلت من بعد ثوره شتتوها بيد زعطيط خليت قناه العهد هذا ابن شو اسمه ابن عبد القنادر وغيره وغيره بدوا راح يحكون وراح تحكي اباق وراح تسوكم الحكي نضحك عليكم يجروكم لنقاشات وثلاث ارباع اللي يتبنون دور الرغام هم كلهم من الذيول كلهم من الذيول الأزواج خاف تصير كفرة أي واحد ورا بالكم يصير زوج إلا هاشم العقابي ولكم أنا عقل العراق براسي لما رجعكم ولا فرفوا تفعل الدنيا إنها الثورة ثورة تشرين ثورة داخل كل فرد ما تلقونها ولا تندلونها ولا تعرفون وين تصير ثورة الآن ذكروا الأعداد اللي طلعت وين قتلتوا ألف خوما قتلتوا هاي الملايين تذكروا فقط الطالبات اللي هتفعل كلها كذب تبكي على حسين أرجع أطلع حقكم تذكروا البصرة وبنات البصرة وشباب البصرة تذكروا ريهام نعلة الله على الأقول التالي لك حلبوسي منه طربوسي منه ضرغام منه وهاشم العقابي منه لك ذولا الثوار يسغون الكون لك منه سستاني منه خاملعي منه زرباني ما ليه لك اليوم لك هاي ثورتك لك استحم الرهان استحم من هاي البنات اللي راحن اللي اغتصبن واللي قتلن واللي ظلمن تنسون الثورة على متى التوافق
تدخلون بطائفيات واهل الانبار ويطلع لي واحد مو استقبلناهم بالتحرير مثلا. احنا ثوره، احنا ثوره، احنا مو ديوان عشيره عزمتك عزمني يا ولي جبر، انت خوش ولد ومحامي واحترمك، الوحيد اقول اسمك لانك معتب عيب، انت ضد تشرين، ثوره تشرين اشرف من قضائك هذا كله، انت تدري اللي الان اللي يتابع الناس الحياء العام، الحياء العام شاشوا بنص الحسين يمارسون الجنس مو بالفيلم لو لا، والمرجعيه تمارسها بالمرجعيه يا حياء العام، هذا هاي طبعا هاي الفيلم شافها يعني، هذا بس مارس هاي الحاله بس هاي المره، والمفتاح بيده والباب بيده مال المكتب، والحسين كله بيده والعتبه كلها بيده. يلا على كل ارجع اقول لكم ثوره اكبر، وما طلعت الا بسبب اربعه منكم، من كتبه ولا كان المفروض نعم احنا مقتنعين. هاي مو بس فتنه، فتنه هاي كلمه دينيه ما لنا علاقه بها، هذا قتل لثورتكم وجركم، هذا انتم نزلوا مستواكم مستوى ضرغام، نزلوا مستواكم مستوى توقف يا شيخ عشيره تحكي وياه مش انك انت ثوره تريد وطن، تريد وطن طلابتك كبيره عمي، طلابتك كبيره انت بعد سنين راح تكون ارقى بلد بالعالم بسبب هاي البذره زرعتوها، استحوا من جيل ال 15 و 16 سنه راح يقودها باكر ايش راح تتركوا له؟ ثوره اللي يسميها تظاهرات احتقره، واللي يقول هاي مطالب الثوره احتقره، ثوره تريد وطن، وطن يعني لا بحشد لا بميليشيات لا بعجمي لا بعمامه تتحكم بينا لا دين يتختل بالسياسه، كل هؤلاء لهم احترامهم على الراس والعين يقعدون باماكنهم. وطن وطن تروح شنو وطن؟ انا صح متغرب بس عايش بوطن، دا اشوف الناس اللي عايشه بلدها وطن، دا اشوف شنو معنى اللي عنده وطن وشنو المعنى اللي عنده. لذلك انا يمكن من بين القله القلائل ولد الوحيد اعرف ايش رادوا هذول الشباب طلعوا، شباب شانوا بعمر الورد خذتهم هاي الفتوى مالته، فتوى لا زالت لحقهم. انت لا تحتاج مسيرات ولا تحتاج تظاهرات ولا تحتاج تروح للموصل ولا تحتاج تروح الكربلاء، انت ثوره، انت ثوره عندما يضحك عليك ضرغام كتلت بيك، انت خائن للثوره اذا ضحك عليك، انت خائن للثوره اذا يمر عليك اسبوع ما تقرا كتاب، انت خائن للثوره اذا ما تكتب لك ولو سطر، انت خائن للثوره اذا ما تقعد بنص بيتك والثورة على نفسك وتعيش حر، انت ثائر مو مقلد، تعرف انت فوق السماء تمشي، انت تمشي على الغيم، انت ما بك خليه من خليات الشياطين، انت خلايا كلها خلايا الخير، خلايا كلها خلايا العطاء، انت من تمشي تحت قدميك هاي الارض تبوسك يا ثائر، فلا تنزل رغم فقرك رغم المك رغم تعب. شفتوا هذا الجميل؟ شفتوا الجميل شلون يعذبوه يخلون شكله شلونه ويشلشون صورته بلا ما قاتل صاحبهم وطلع يبكون عليه، هذا عبير مدلل ومو بلوغد، ليش هيك ينشرون صور ثوار المعذبين؟ ترى ليش يستنقون بعض وما يستنقون بعض؟ ترى المتظاهر ما يقتلوه، يقتلوها مني، يقتلون الثائره، ضرغام شو ما حد قتله، شو ترى 24 ساعه ويلعب جوله، هم يردون لك هيك مثل ربع مقتدى ما حد بحالهم ما شاء الله برضى الله يروحون يجوا، هو من طقت مساحة اليسور شرد متفق وكلها متفق، انت تقدر تعيش ثورتك وحتى ما تطلع من باب بيتك، اخلص الثورة، اخلص باحترامك لامك، احترامك لابوك،
محبتك لزوجتك، محبتك لأطفالك، والاحترام هذا هو أن تمنحهم النعمة التي تلكتها بأن عقلك نهض أن تعديهم. لأن العقل ما يوديك تسوي ممارسة جنسية بمكان مقدس، ذاك الوقت ما يدليك تعقب أبوك وتهينه، بالعكس أنت اللي براسك أحسن من تربية كل الجوامع والحسينيات والكتب المقدسة والأحاديث. عقلك، اخلص لعقلك قبل أن تخلص لدينك ولمذهبك وحتى لوطنك. اخلص لعقلك، نصير مخلص ويا عقلك، ما تخونه ولا ضيع منه دقيقة. ما هذا ما تمتع ليش؟ هاي بوعيك بقراءاتك، بعدم هبوطك مع هؤلاء، باختيارك لناسك. انت من الثورة درغام منه على ركاب منه، هذا يدوس النائب خلي يصير يا بلوعة، طبوا بيها قبلها بالملايين بالآلاف، مو ما وصلوا ألف نائب على الدورات، بلوعة اللي يطلع منها طلع البلوعة، واللي طبها البلوعة البرلمان العراق شنو يعني؟ طبسك من الطهارة ويطيك فلوس، ترتضونها؟ نرتضيها؟ ارتضيها؟ نوي. يلا تحياتي لكم، وأتمنى أن لا ينوع عليها، وأتمنى من أهل الرمادي أيضا لا يكبرون المسائل ولا يدخلوها ولا تأخذهم المسألة منها، وذولا لا يمثلون الثوار ولا لهم علاقة بالثوار، وهاي مسائل قد يكون مشتركين بها منكم من السياسيين، أقصد الحلبوسي قد يكون جزء من المؤامرة، متفق هو العامري وذولا تسوي هيك وأنا أسوي هيك ونودي هيك ونودي هيك بروسكم يعني، فانتبهوا زين. ومن يقول ماكو متظاهرين من هالأنبار ويانا، نعم ماكو متظاهرين ثوار، نعم ثوار، لأن الثائر ما تعرف وين، الثائر ما يحتاج يطلع بشارع. وهي هاي ثورة تشرين، خلقت ثورة في العقل وليس بالشوارع والدرابين، ومنزع اللبسان بالمكاتب المقدسة. مع السلامة.